حياكم الله من جديد، ومع الفقرة الثالثة، فقرة من المهجر. في هذه الفقرة نحاول أن نعرض لكم فيديوهات تلخص حياة المغتربين خارج البلاد. فشخصية الأسبوع مع محمد إلياس، مغترب بالسعودية. تعالوا مع بعض نتعرف على حياته في بلاد الغربة. هذا الفيديو من إعداد وتصوير أكرم العميسي، نتابع. مساءكم بكل خير، أعرفكم بنفسي محمد إلياس، أشكر قناة السعيدة، أشكر المقدم البرنامج سؤاد الخليدي، وخاصة لفقرة المهجر. شكرا لجميع المشاهدين، وتفضلوا معنا على الحاصل. الله وبركاته. الآن هذا مصدر عملي من مكان الشغل اللي اشتغل فيه، الآن رايح للشغل. أنا مروح من العمل، جاي إلى المدرسة لحبيبي الغالي مياد حبيبي. الآن مروح معنا ساعة مقيل، ساعة إن شاء الله، ونعود إلى العمل إن شاء الله بإذن الله. قررت اليوم إن شاء الله، اليوم بعد ما أروح إن شاء الله أعمل جلسة في البيت، 20 دقيقة كذا في البيت جلسة. وقررت اخرج بالجو البارد ده، اخذ لي شبة نار مع الاصحاب والاصدقاء اللي موجودين ان شاء الله. وشكرا لكم يا قناة السعيدة. هلا هلا والله، الحمد لله وصلنا للبر يا شباب، وحياكم الله. اليوم عندنا اليوم نفش 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 اليوم ان شاء الله. تفضلوا معنا. يلا هلا ابو مياد، تبغى جمر؟ زدها، ها جيب لها جمر يا طيب. ها يلا 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 يلا، يلا. نشتي ذره اليوم، نشتي نحيصها اليوم. هات برد برد بشا يا ولد. يا سلام يا سلام، ها يا سلام. تصبحوا على خير، شكرا للمشاهدين. إذن الأعزاء جميعا، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. نتمنى أن تكونوا دائما بألف خير، وأن تكون حلقة اليوم قد نالت أعجاب الكثير. نذكركم دائما بأنكم يمكنكم المشاركة وإرسال الفيديوهات، سواء فقرة من المهجر أو فقرة مراسلكم، عبر رقم الواتساب الظاهر أسفل الشاشة. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، أترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.